في تصريح للصحافة أكد الرقم الثاني في حزب بوكس اليميني الإسباني خابير أورتيغا سميث بعد منع كل اللقاءات والتجمعات السياسية التي كان يعتزم الحزب تنظيمها بساحة إسبانيا بمدينة مليليا أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري وحسب قرارات المنع التي اصدرتها مندوبه الحكومه الاسبانيه في مليليا سابرينا موح فان هذه التظاهرات من شانها الاخلال بالسلامه وامن المواطنين كما تخشى السلطات الاسبانيه في مدينه مليليا من تكرار الاحداث والمشادات التي وقعت بسبته بين انصاري اليمين المتطرف وانصاري اليسار ومسلمي سبته عقب زياره زعيم الحزب سانتياغو باسكال الى مدينه سبته في ظل الاجواء المتوتره التي تعرفها العلاقات المغربيه الاسبانيه في بداية الأسبوع الماضي وفي تعليق أورتيغا الكاتب الوطني لحزب بوكس على قرار المنع أكد أن القرار جاء بأوامر من بيدرو شانشيز رئيس الحكومة الإسبانية بسبب ادعاءات بوجود تهديدات من طرف جماعة ضالة وتذليلية تابعة لليسار الراديكالي أو المتطرف والتي قامت ببرمجة نشاط في نفس الوقت والمكان من أجل نصف نشاط حزبنا كما تابع قائلا أن الحزب سيواصل رفع دعوات قضائية ضد هذه القرارات والتي اتخذتها مندوبة الحكومة في مليليا والتي يعتقد أنها ليست صائبة وأن المحكمة يجب أن تتابع الأشخاص الذين يريدون نصف أنشطة حزبه كما وصف قرار المنع بالاحتيال وشبهه بتصرفات الأنظمة الدكتاتورية مثل نظام مادورو في بنزويل كما أكد أن الحزب قام بتقديم طلب إلى مندوبية الحكومة في أجل سابق بعشرة أيام من اجل تنظيم نشاط سياسي كبير في العاشر من يونيو القادم كما يمكن ان يكون النشاط عباره عن مسيره شعبيه في المدينه على الارجل او على متن السيارات وسينظم لقاء سياسي بحضور زعماء احزاب اخرين وأكد أورتيغا أنه شخصيا سيكون حاضر في هذا النشاط وسيرافقه رفاق من الحزب من برلمانيين على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهات وسيدعو لهذا اللقاء المليليين الذين يريدون المشاركة كذلك في هذا النشاط وبخصوص الأهداف من وراء هذه الأنشطة أكد أورتيغا أنه هو التنديد بسياسة التحريض والتشجيع عليه وكذلك التنديد بالأموال التي تدفع للحكومة المغربية والتقصير في أمن حدودنا حسب قوله ونقص الموارد البشرية الضرورية لقوات أمن الدولة وغياب التعليمات الصارمه في التعامل مع الازمه الاخيره وارجاع الاشخاص الذين يدخلون الى المدينه بطريقه غير شرعيه كما اكد الرجل الثاني في حزب بوكس اليمين الاسباني الذي كان يتحدث من مدينه مليليا ان حزبه سيقوم بكل الانشطه السياسيه الضروريه من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ والتنديد بسياسة التحكم والتنديد كذلك بهؤلاء الذين يصرخون من الوراء والذين قاموا بتنظيم لقاء من أجل نصف هذه الندوة الصحفية وللإشارة ففي الجانب المقابل لساحة إسبانيا والمعروفة في مدينة مليليا كان هناك اشخاص محسوبين على حركه تطالب بايقاف الطرد من المنازل بسبب الازمه الاقتصاديه الاخيره باسبانيا والذين يعارضون كذلك قيام حزب بوكس باي نشاط سياسي في المدينه والذين كانوا يرفعون شعارات من كل الانواع ومن الشعارات التي أثارت الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية حينما زار زعيم حزب بوكس سانتياغو أباسكال مدينة سبتة شعار الله أكبر شانشيز بريزيدنتي أو رئيس